قصة مشهورة وجميلة في نفس الوقت أن الجماعة كانوا ركبوا سفينة، السفن السابقة الشراعية، هذه السفينة البحار السابقة، الأمواج والعواصف، هذه كانت فرد شيء مدهش، والسفن الشراعية كانت تتلاطم في الأمواج والبحار، وكثيرا ما تنكفئ فيغرق أهلها، ولذا إذا صارت عواصف هؤلاء انقطع أملهم عن الحياة. جماعة كانوا راكبين في السفينة وفي عرض البحر تلاطمت الأمواج وهبت العواصف واضطربت السفينة كريشة كريشة في مهب الريح طائشة لا تستقر على حال من القلق. كل هؤلاء يبكون يدعون يتضرعون. كان من جملة هؤلاء الذين في السفينة عبد أسود. هذا العبد الأسود جالس في مكان ما يقول كل شيء، وهم يلطمون على رؤوسهم ويبكون ويتضرعون وما أشبه. هذا العبد الأسود لا يقول شيئا. قال أحدهم له: لماذا لا تقول شيئا أنت؟ قال: الآن نحن نموت وتنكفئ السفينة في البحر، لماذا لا تقول ولا كلمة؟ قال: إن الملك ملكه، وهو أعرف بالصلاح، نحن كلنا أرواحنا في خطر، قل كلمة. تضرع دعاء كلمة، توجه العبد إلى السماء وقال: يا رب، إن كنت أنا وفيت بعهدي أوف بعهدي وأسكن البحر، وإذا فجأة سكت كأنه لم يكن شيئا مذكورا. كلهم تعجبوا منه، التفوا حوله يقبلونه، لأن واضح إن هذا الإنسان صرف به الخطر، يقبلونه: من أنت؟ هل أنت خضر؟ هل أنت من أولياء الله الصالحين؟ قال: لا، أنا إنسان عادي اشترطت مع الله شرط أن أسمع كلامه ويسمع كلامي، والآن ما زدت على هذه الكلمة. قلت: يا الله، إن أنا وفيت بعهدي كنت أسمع كلامك، أنت اسمع كلامي، أسكن البحر.